لو مثلا جه على جسمي نقطة بول أو حاجة، دي ايه عفوا؟ لو جه على جسمي نقطة بول، ايوه هل يجوز إن أنا لو معايا منديل مفيش مية أقطع مثلا المنديل ده 7 أجزاء وأمسح المنطقة دي؟ و7 أجزاء ليه يعني؟ إيه؟ ولماذا 7 أجزاء؟ البول لا يغسل 7 مرات. 7 مرات يعني لا يستحق لا لا لا، ده الكلب إذا ولغ في الإناء بس. إذا إيه؟ الكلب إذا ولغ في الإناء، تمام الكلب إذا وضع فمه في الإناء 7 مرات. تمام أنا بقى أنا يستاهل حديث الرسول لما قال إن إحنا لما نيجي نستجمر ب7 حصيات. لا ما قالش ب7، قال إذا استجمر أحدكم فليوتر. تمام، يعني هل يجوز ده إن أنا كده أكون طاهر ولا؟ إيه؟ هل بعد ما بعمل أقطعها مثلا عدد معين من الأجزاء وأمسح المنطقة دي، هل أكون كده طاهر ولا لأ؟ لا، هو البول يزال بالماء، البول يزال بالماء، إلا إذا ما وجدت ماء فممكن تغسل بمنديل. الرسول كان يستنجي أحيانا بالحجارة، تمام ممكن إذا كان ما في ماء تستنجي بالحجارة. تمام شكرا شيخ. الله يسلمك.